السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في قناة مهندس ورشة، معكم أحمد حسن. لو لسه أول مرة تابعنا، انزل اعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس علشان تشوف فيديوهاتنا أول ما تنزل، وما تنساش تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت. حلقة النهاردة الحلقة اللي كتير جدا طلبها مني، إزاي نقدر نلغي بلف الـ EGR من على كنترول، أو إزاي نقدر نلغي الـ DBF اللي هي الديزل بارتيكوليت فلتر من عن طريق السوفت وير بتاع الكنترول، والبرنامج المستخدم هو ايه. هنشرح ده النهاردة، وهنشرح برضو ازاي لو انا عندي عربية معمول لها سبيد ليمتر متحدد السرعة بتاعتها عن طريق الشركة المصنعة بواسطة الكنترول او السوفت وير بتاع الكنترول، ازاي اقدر اسحب السوفت وير والغي السبيد ليمتر بتاعه وارجعه تاني للعربية. تابعونا، حلقة مهمة جدا هنشرح فيها كل ده والبرنامج المستخدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة في قناة مهندس ورشة، معاكم أحمد حسن. حلقة النهاردة يعتبر كتير مننا مستنيها وكتير مننا سألنا عليها. طبعا أنا بشرح الحلقة على برامج يعني أنا طبعا بدور عليها بحيث إن هي تقدر تفيد الجميع. في منها جزء بيكون مجاني، وفي منها بيكون باشتراك مدفوع، مثلا زي برنامج الأوتو داتا، في منه نسخة فري لغاية فيرجنات أو موديلات 2014، وبعد كده بقى البرنامج أونلاين مدفوع لغاية أحدث إصدار أو موديل السنة. طيب حلقة النهاردة كلنا محتاجينها، هنتكلم فيها إن إزاي نقدر نلغي الـ EGR والـ DBF اللي هو الـ Differential Particle Fuel، وإزاي لو أنا عندي شركة منزلة العربية فيها Speed Limiter عن طريق السوفت وير أو الكنترول، إزاي أقدر إن أنا أغير الليمت ده أو أفتح الـ Speed Limiter بتاعها. طبعا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا ازاي نلغي شفرة المفتاح، او ازاي نقدر نعمل immobilizer off لأي سوفت وير انا سحبه من الكنترول من عندي، وشرحت لكم البرنامج اللي انا استخدمته. طبعا الحلقة دي لو حد محتاجها سيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. طبعا عايز اسألكم الاول سؤال، هل الغاء الـ EGR والـ DBF هل هو صح ولا غلط؟ انا من الناس اللي ما بفضلش الغائهم من الكنترول، افضل ان انا احل المشكله عن ان انا الغيهم. طبعا عشان الناس اللي بتسال ايه هو الدي بي اف اللي هو ديزل بارتيكوليت فلتر، دب التلوث، اي حاجه الناس بتقول عليها احيانا دي الناس بتلغيها لما ضمت التشيك انجن تنور معاهم، هي والاي جي ار. الـ EGR ده يعتبر بلف العادم أو جزء من العادم بيعيد استخدامه تاني لغرفة الاحتراق أيا كان وسيلة الاستخدام، سواء في تسخين المكنة أو غرفة الاحتراق من جديد. طبعا العطلين دول بيظهروا عندنا كتير جدا جدا في الوطن العربي، كلنا بنلجأ أو الغالبية بيلجأوا لإلغاء الـ DBF والـ EGR من سوفت الكنترول. طبعا أنا مبفضلش ده، بفضل إن أنا أحل المشكلة عن ان انا الغيها. طيب لو احنا عايزين نلغيها، تعالوا نشوف دلوقتي الشرح وازاي اقدر افتح السرعة عن طريق الكنترول واغير الليمت اللي الشركة محدداه او اللي نازل اصلا مع العربية. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على ايموبلايزر او الايمو يونيفرسال ديكودينج، النهاردة هنتكلم عن برنامج تاني وبرنامج قوي جدا اسمه ECUSAFE. ده كتير مننا محتاجه عشان يقدر يعمل الكلام اللي احنا قلنا عليه. طيب انا بشرح لكم النهاردة على صور متاخدة من البرنامج علشان حقوق الملكية والحلقة الكل يقدر يستفاد منها، بس بأكد لك في البداية ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. اول ما بفتح البرنامج عندي دي الواجهة الرئيسية للبرنامج، مكتوب ECUSAFE. عندي هنا بلاقي حاجة اسمها Protection DBF والفاب EGR والAGR الVMAX، عندي هنا التورك ليميترز، طبعا دي كلها حاجات بقدر ان انا اعدل فيها، عندي اللي هو الجداول الاخطاء اللي بتظهر لي. اول ما بفتح البرنامج بفتحه بالشكل اللي قدامي ده، وبقوم ضاغط هنا على علامة السهم اللي تحت، بيبتدي هنا لو بضغط سهم اللي تحت بيبتدي يظهر لنا العربيات المتاحة عندي.
الايفيكو والجاكوار والكيا واللانسيا واللاند روفر. طبعا كل دي عربيات بيفتحها لي، ببتدي ان انا اقرا السوفت وير. هنا الايفيكو بوش اي دي سي 15، الايفيكو بوش اي دي سي 16، الايفيكو بوش اي دي سي 17. ببتدي اختار السوفت وير او الكنترول اللي انا سحبت منه السوفت وير. طيب بعد ما بختار، هل بسحب السوفت وير عن طريق ايه؟ يعني مثلا اخترت اي حاجة بقوم ضاغط عليها وبحدد هنا الجزء اللي انا هستخدمه، يعني الفي ماكس، يعني افتح السرعة من غير ليميتر. وخلي بالكم البرنامج ده بيقدر يحدد معايا ليميت جديد، مش لازم ان انا الغي خالص. ببتدي ان انا احدد لو انا عايز الغي الاي جي ار ولا الغي الدي بي اف ولا اعمل الفي ماكس. بحدد اللي انا عايزه عن طريق علامة السهم اللي بعمل علامة صح جنبها، وبختار السوفت وير اللي انا هشتغل عليه. بعد ما بختار الكنترول اللي انا بشتغل عليه، بضغط على open binary، بضغط عليها وبختار السوفت وير اللي انا سحبه، بس يكون السوفت وير مسحوب بالاي سي يو فلاشر. طبعا ده برنامج غني عن التعريف، واللي ما يعرفش البرنامج الاي سي يو فلاشر هنزل ليه شرح ان شاء الله الحلقه اللي جايه او اللي بعدها لو حد محتاجه، وايه هي الوصله او اللي انا بستخدمه. طبعا ده برنامج بستخدمه عن طريق الاو بي دي، يعني برنامج بيكون معايا اصلا ما بحتاجش ان انا افك الكنترول. بعد ما بختار السوفت وير، بيبتدي يظهر قدامي التيبل زي ما انا شايف كده. انا اخترت مثلا مرسيدس بوش اللي هو الاي دي سي 15، حددت الفي ماكس والاي جي ار والبي دي اف. باجي هنا بلاقي هنا سبيد ليميتر، السبيد ليميتر على 250، يعني مهما دوست بنزين انا هيجي عندي يقف عند 250، مش هيزيد اي حاجة. طيب في حالة زي دي انا ممكن الغي خالص اخليها في ماكس، وممكن ان انا اعدل السرعة دي من 250 احط لها قيمة تانية. طيب لو انا عندي اي جي ار وعايز الغي، بعد ما بلغي بيقول لي هنا اي جي ار از ريموفد، زي ما انا شايف هنا مثلا اهو، شايفين هنا الدي بي اف ريكوردنج لودد، يعني هو هنا اتحمل، بس ممكن هنا يجي لي ريموفد الحاجه اللي موجوده وانا عامل عليها علامه صح وشلتها، بيظهر عندي هنا ان هي ريموفد. بعد ما بخلص بعمل هنا سيف باينري، ده اللي هو السوفت وير اللي متحدد. هوريكم برضو حاجه دلوقتي هنا، مثلا ده كان سوفت وير اللي بي ام عفوا، هنا كان بيقول لي هنا الاوريجينال فاليو للسبيد ليميتر كان 250، وبيقول لي هنا انت عايز تعمل ليميت جديد ولا لا. ببتدي ان انا احدد وبعد كده اعمل يس. معنى كده ان انا اصلا ممكن كمان اعدل على السبيد ليميتر، يعني ما خليهاش في ماكسيمم على طول، لا انا هعمل لها كمان تحديد. طيب اتكلمنا النهارده عن الاي سي يو سيف، برنامج مهم جدا وكتير مننا محتاجه. طبعا مش كل البرامج اللي انا بتكلم عنها بقدر ان انا اتعامل فيها كاحمد حسن بروفيشنال. انا النهارده بنزل لك البرنامج والخطوات اللي انت تمشي عليها عشان انت تبقى بروفيشنال. بحاول اقدم كل المعلومات اللي انا اقدر عليها، فياريت محتاج منكم لايك، كومنت على الفيديو لو عجبكم، اي استفسار لو حد عنده سؤال. طبعا بعتذر لو انا في كومنت ما بردش عليه، طبعا لان بيكون في اعداد كبيره، فبعتذر عن ده. وان شاء الله اقدر ان انا اوصل لكم كل اللي انتم محتاجينه، ولو حد محتاج شرح البرنامج معين او مبرمجه معينه يقول لي تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله هحاول اجهزها له في اقرب وقت. شكرا.